ازيك يا مورو؟ ازيك مبروك؟ صباح الخير. النهارده يا جماعه تجربه مختلفه تماما، وعلى قد ما هي تجربه اخذناها بسرعه جدا على قد ما هي تجربه مصيريه جدا. فاحنا قررنا ان احنا هنغير البيت اللي احنا كنا عايشين فيه، بس المره دي مش هنعيش لوحدنا. وقبل ما نعرفكم احنا هنعيش مع مين، هنحكي لكم القصه كلها. اول ما بدانا فيديوهات كانت في الجنينه اللي هي دي. هنروح حالا يا جماعه نركب الطياره عشان نروح على ارض الوطن بعد أربع سنين. وده كان بيت اهلنا، كنا قاعدين معاهم الفتره دي. بسبب شغلنا وحاجات كتير قررنا ان احنا هنقعد لوحدنا، فبدانا نصور في البيت ده. نقول توري يقولوا احنا جوه. وكنتوا كتير جدا بتسالونا انتوا ليه دلوقتي ما بتصوروش في الجنينه، واحنا كنا بنشتاق للفتره دي. فكنا بنروح نقعد عند اهلنا فتره نصور ونرجع تاني بيتنا. فمن فتره قليله كده انا ومروان قعدنا نفكر وقلنا طب ليه ما نلاقيش بيت يبقى كبير ويبقى فت لينا كلنا، في جنينه وفي المطبخ اللي احنا عايزين نصور فيه وفي كمان قعدتنا، بدل ما احنا بنروح نصور في الجنينه شويه وبعدين نرجع نصور في بيتنا شويه. ومن حوالي شهرين فعلا بدانا ان احنا كلنا ندور على مكان وبيت ينفع ان هو يفي متطلبات كل حد فينا ويبقى واسع كفايه ان هو يكفينا كلنا. والنهارده اخيرا بعد عناء شهرين من التدوير استلمنا المفتاح الحمد لله. ودلوقتي هنشارككم اللحظه الحاسمه واحنا داخلين البيت. اول حاجه نعملها ان احنا نفتح كده عشان الجراج يتفتح، واللي هناك دي الركنة بتاعتنا. بسم الله. مش هو ده المفتاح ولا ايه؟ ايه مارو انت جاي بيت غلط ولا ايه؟ كده يا جماعة احنا دخلنا من باب البيت، ودي الجنينة من جوه اللي هنصور لكم فيها في الصيف، وده المطبخ الجديد يا جماعة اللي هنصور فيه. احلى حاجة عجبتني في المطبخ بقى يا جماعة ان ده جديد وده كمان. دلوقتي هنبدا تفكر انت مش تعملي انت مش انت بتعملي ايه؟ بعمل تيست. ده بقى خلف الكواليس. ده خلف الكواليس. ودلوقتي بقى يا جماعه بعد 20 دقيقه الريحه يا جماعه الريحه. الله دوقيني بقى كده عشان انا جعان. انت على طول جعان. ده كده الدور اللي تحت، في هنا المطبخ وهنا في تويلت وهنا في اوضه مكتب. ودلوقتي بقى هنطلع فوق، هنا في اوضه تويلت وهنا الليفنج روم. احلى حاجه في الليفنج يا جماعه بصوا بقى، بص البلكونات دي بقى احنا بنفتقدها هنا، لان مفيش حاجه اسمها ان هنا في بلكونات وبتبقى قليله جدا. وهنا شباك كبير طبعا مقفولين. وده اخر دور، هنا اوضه وهنا اوضه وهنا اوضه بصه على الكومباوند من بره. بصوا المنظر. وده تويلت الأوضة وبس كده. ده البيت يا جماعة كله نبذة سريعة عنه. يعني بصوا يا جماعة، وأنا ماشية في سوبر ماركت لقيته، مش سوبر ماركت، وحاجات بيشتروا منه أكل وفي نفس الوقت في حاجات للبيت. يعني لقيت ده، لقيته ب19 جنيه. مش عارفة هو ممكن يليق على إيه، مش لاقي على أي حاجة، بس أنا تخيلته محطوط هنا كده. نعمل له كورنر كده، يعني مش عارفة كورنر لإيه، بس أنا حاسة إن أنا هقعد كده. احلى حاجه بقى هي دي الجنينه اللي احنا هنبقى بنصور لكم منها، وهنا بتبص على العربيه لان هو ده الجراج. ربنا يقوينا على اللي جاي، بس احنا جامدين قوي ان شاء الله هنعرف نخلص يعني. ان شاء الله. من هنا بقى يا جماعه في حاجه كمان، ان احنا ممكن ندخل البيت زي ما شفتوا من الباب الرئيسي، ومن هنا ممكن نخرج على الجراج على طول. ده باب الجنينه وكده بقينا عند العربيه، وده شكل البيت من ورا. افتح. مين اللي اتقفل عليه؟ هاخد العربيه وامشي. والله هسيبك كده وامشي. اهلا، ازيك يا مارو؟ ازيك مبروك مارو. يلا مارو بقى، يلا مارو. والله العظيم ورانا شغل، مش فاضيين للكلام ده، مش فاضيين. وبعد التور اللي عملناه دلوقتي ده يا جماعه، احنا دلوقتي عايزين نستغلكم في ان انتوا تيجوا معانا تختاروا السيت اب بتاع المطبخ. ودلوقتي بقى المفروض ان احنا هنتحرك على ايكيا وهنزل لكم ستوري من هناك نسالكم انه ترابيزه عجبكم اكتر، لان في ترابيزه عجباني انا، وطبعا الاستاذ عكس عكاس عنده ترابيزه ثانيه عجباه. فيلا بينا بقى على ايكيا. وده اللي كان المفروض يحصل يا جماعه، ان احنا نروح ايكيا اليوم ده وناخدكم معانا. بس هو ايه اللي حصل النهارده؟ اللي حصل بقى يا جماعه كان حاجه ثانيه خالص ما كناش متوقعينها. فللاسف اول حاجه حصلت وهي دي، لا حول ولا قوه الا بالله. وتاني حاجه عنايه مركزه. بس فاكر لو سمحتوا، لسه طولي بالك شويه. في ايه؟ لسه في تقيل جاي. اتقل من كده؟ طبعا. حادثه وبعد كده عمليه. للاسف يا جماعه هو ده اللي حصل معانا الفتره اللي فاتت، وعشان كده اختفينا 3 اسابيع وكلكم كنتوا بتسالوا مروان وسهر راحوا فين. وعايزين نشكركم جدا يا جماعه، لان انتوا فعلا دعمتونا دعم نفسي جامد جدا بسؤالكم علينا الفتره اللي فاتت، سواء من سؤالكم علينا في الكومنتس او في المسجز.
طبعا يا جماعه احنا قلنا لكم بس هايلايتس عن اللي حصل، لكم ان تتخيلوا الفتره كانت صعبه ازاي، بس عشان احنا معودينكم دايما ان احنا مش بنشارككم الحاجات الوحشه، احنا بنطلع بس نهزر ونضحك ونصدر لكم يعني طاقه ايجابيه، فعايزينكم بقى في الاخر تدعوا لنا ان يا رب الفتره الجايه تبقى عوض عن كل اللي حصل معانا الفتره اللي فاتت. وطبعا يا جماعه نسينا نقول لكم اهم حاجه وهي نقل البيت الجديد، ودي حاجه يعني صعبه جدا. فدلوقتي بقى يلا بينا نكمل الرحله اللي بداناها في نقل البيت الجديد، وهنعمل معاكم حاجه النهارده هنغير بيها المطبخ نهائي. اعذرونا طبعا يا جماعه على صدى الصوت لان لسه البيت فاضي خالص وخصوصا المطبخ، بس اكيد هنظبطه الفتره اللي جايه. واول حاجه كنا محتاجينها يا جماعه ان احنا نظبط المنظر دوت عشان خاطر يبقى شكله حلو، فاشترينا دي من امازون وقلنا لازم ان احنا نركبها معاك. فده الشكل المبدئي. ايوه عشان بعد ما نخلص نشوف الشكل النهائي وانتوا تحكموا وتقولوا لنا برده ايه شكلها حلو ولا وحش. خلينا بقى يا جماعه نقول لكم السبب الرئيسي في ان احنا هنركب الوول بيبر ده. بصوا يا جماعه ده كده المنظر ده انا جاي لكم المستقبل، وافتكروا كلامي لو حد واخد شقه او هيعمل كده في شقته فانت كده لبست في حيط يا معلم، ما تعملش ابدا الحركه دي، لان في بيت قبل كده اخدناه كان فيه الموضوع ده ومن اقل طرطشه زيت او صلصه الحيطه دي كلها باظت عشان كانت بيضه برده. يبقى احنا لازم نركب وول بيبر ينفع ان هو يتمسح، فعشان كده احنا هنغير المنظر تماما دلوقتي. نشيل بقى الحاجات دي كده عشان نعرف نشتغل. لازم نشيل كل ده، نشيل كل حاجه. ورينا شكلها كده هيبقى عامل ازاي لما تتحط. هي الميزه كمان ان هي بتيجي ايه بتخش في بعض عاشق ومعشوق، تبقى كانها شكلها عامل زي البلاط بالظبط بتاع المطبخ. سيراميك وات ايفر. المهم ان هو ده ليه كذا ميزه كمان، مش بس ان هو بيدي شكل، هو كمان ضد المية وضد النار وضد الحشرة وضد الفور. وكمان هو 3D يعني من هنا دي عامله زي كانها بالظبط بلاطات يعني من هنا بارزه. خلاص احنا عملنا له متعايه خلاص. طبعا هنا كان في لزق. هم هنا كانوا عاملين اضاءه تقريبا او حاجه، انا مش فاهمه هم كانوا لازقين ايه بصراحه. مش كنا نجيب حد يعمل القصه دي ونرتاح احنا؟ انا بحب اعمل كل حاجه بنفسي. ما انا عارفه وعارفه ان انت هترد تقول كده فبقول كده، وبيفرح قوي يا جماعه بصراحه. انا عن نفسي بحب يعني ارتاح، هو لا. عايزين شغل احترافي بقى يا مول. انا مش عايز التقلق خالص. وكده بقى المفروض ان احنا ايه كنا لازم نعمل اول اتنين عشان نقدر نمشي عليهم ويبقى السيكونس واحد. شكلها حلو قوي. طبعا يا جماعه انا اول مره في حياتي اعمل فويس اوفر على حاجه، بس الموضوع عجبني قوي قلت ان انا اجرب. وهنا كنت جايه اقول لكم ان الموضوع بياخد ساعات كتير جدا. جماعه احنا بقى لنا ساعتين ونص تقريبا في الحته اللي قدامكم دي، بس موضوع مش سهل نهائي. بصوا يا جماعه كده بعد ما قفلنا النور اللي فوقيها ما كانش مبينها، فهنروح بقى نقعد 3 ساعات ونص عشان نخلص الحيطه الاولانيه دي بس. وهنا بقى عملنا حركه غبيه جدا يا جماعه، وبعد ما لزقنا قعدنا نخبط على الحيطه عشان نتاكد ان هو لزق، ونسينا ان الجيران جنبنا ممكن يطلبوا لنا البوليس اساسا. وكده بقى يا جماعه نقدر نقول لكم ان احنا هنوقف لحد كده النهارده، لان احنا بجد اتهلكنا. فبكره ان شاء الله هنيجي نكمل وهناخدكم معانا مشوار ايكيا اللي احنا ما عملناهوش المره اللي فاتت. صباح الخير يا جماعة. قصدك مساء الخير. تشتغليش من أول اليوم. مساء الخير خلاص الساعة 4. مساء الخير يا جماعة، رايحين نجيب الترابيزة. يلا جاهز؟ يلا بينا. أنا متأكدة إن أنا مش هكسب يعني. متأكدة إيه؟ لا ولا حاجة. جماعة من قبل ما ندخل ومن قبل ما تختاروا أنا بس عايزة أفهمكم حاجة. أولاً الترابيزة المروان مختارها دي عيش إيه؟ أنا أصلاً بحبها جداً، وده اللي خلانا لما نزلنا مصر إن إحنا أصلاً نشتريها. بس انا مختاره الثانيه عشان اللون، افهموني، عشان هي فاتحه. بس هي الصراحه اقول لكم عيبها دلوقتي لما ندخل ونشوفها مع بعض. انا كده مارو نزلت الستوريز والحكم للناس. اوكي دي ترابيزه مروان. الترابيزه دي يا جماعه مفيش عليها خلاف ان هي شيك وكل حاجه وزي الفل. جبنا زيها بالظبط في مصر وريحتنا كطول وككل حاجه، كانت الفيديوز بتبقى حلوه جدا بيها. اوكي الخامه بتاعتها حلوه، احلى حاجه فيها الخشب اللي انتوا شايفينه ده. اما دي بقى يا جماعه الترابيزه اللي انا عايزه اختارها هقول لكم ليه. مولا للسرير دي. بصوا يا جماعه اكتر حاجه يعني انا قلت لكم في الستوريز اكتر حاجه مضايقاني فيها هي انها عامله زي مولة السرير، والخشب بتاعها الصراحه مش متصنفر كده، مش عجباني قوي. بس انا عاجبني ان في منها لون ابيض، في لونين. بصوا في لون ابيض وانتوا شايفين المطبخ لونه ابيض. هي شكلها مش وحش، بس كاونتر توب دي هي دي اللي مش حلوه بالنسبه لي، واعتقد بالنسبه لكم انتوا كمان ده شكله احلى بكتير. سايبين لكم الستوري ساعه واحده بس، وبعد الساعه دي هناخد واحده منهم اللي انتوا هتختاروها وهنمشي. كسبت بجداره يا معلم. شكلها حتى بصي عارفه حاجه بنت ناس. اي نو والله وعارفه وقلت زهر عماله تقول ان هي مش هتلاقي عشان المطبخ ابيض. ايوه اهو مطبخ ابيض. انت والناس اخترتوا نفس الحاجه. انت جميل جدا عجبني. يلا بينا نمشي نروح خلاص. شكرا جدا يا جماعه روحتوه مبسوط وانا متنكده. وادي الثاني عمرها ما كانت هتيجي في عربيتنا خالص. وكده يا جماعه بعد ما الوول بيبر خلص زي ما انتم شايفين
المنظر النهائي بصراحه تحفه، ومروان مبسوط جدا ان هو عمله بايده جدا بصراحه. انا فرحانه جدا ان هو طلع كده، هي شكلها حقيقي جدا، وانا مبسوط جدا ان احنا عملناه بايدينا. لا هو انت اللي انا اللي عملته مش حاجه، لو وقفت بس ظهري اتقلم على الفاضي كنت بعمل حاجه. ودلوقتي بقى يلا بينا نركب الترابيزه عشان نشوف الفاينل لوك بتاع المطبخ هيبقى عامل ازاي. ايه ده؟ اول حاجه هنجيب الرجلين. دي يا جماعه اصابه من امبارح، مش عايزاها تنزل على ايدي. بسم الله. بس كده عارف ان هو مش الانكي، اسمه الانكي. الان ده اسمه واحد، ده اسمه الانكي وده اسمه سهر كي. معلش يا جماعه انا اسف. يلا بشوف. استني جديد. ولو اول مره تشوفونا اعملوا سبسكرايب ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.